اي نعم، الصلاة في الثوب الذي يستر العورة المغلظة والعورة المخففة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا كان صلى مستورا ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة، ولكن تكون مكروهة إذا كان عند ثوب يستر به نفسه ولم يستر نفسه. فالصلاة في كنتيرهم صحيحة من حيث الصحة، لكن الأكمل أن يصلي الإنسان في ثوب واف يستر جميع بدنه والصلاة في الثوبين أفضل من الصلاة في الثوب، كل ما الإنسان يكون أكثر سترا تكون الصلاة أكثر أجرا. طيب الأخ